مكالمتكم الهاتفية على الرقم 71113000 المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير. ألو عسلامة. عسلامة لله، مرحبا بك. اسم أختي المستعار ليلى. اسمي ليلى. مرحبا بك ليلى. قداش عمرك يا ليلى؟ عمري 47. مرحبا بك يا ليلى. اش مقلق اختي واش مسهرها حتى الماضي ساعه نتاع الليل؟ مرحبا بك انت ساعه. وبيك يعيشك وبيك ليلى، نحبك برشا. مرحبا يعيشك والله، ونحترم رايك برشا، ونتابعك راه في التلفزه وفي الضيوف كل شيء. يعيشك ربي يخليك ان شاء الله يا ربي. يعيشك، ميرسي بوكو. اسمعني علي، انا مريضه فيد قلقه. اللطف شو يا ليلى؟ تنقل لك بالحق والله يا علي، والله يا علي، والله ما عندكش فكره قديشني وليت على اعصابي، قديشني وليت مريضه. ريت في اللاج اللي وصلت لهنا تويكا، دم تونسيون ديما 19 18. لا رد بالك، رد بالك. ناخذ تريتمون، ناخذ في تريتمون عادية، ناخذ تريتمون عادية بالسكر. اي افي وي افي. مريضه وليت ديابيتيك، ناخذ دواء. لطف عليك والله، والله صدق. لطف عليك، لطف عليك. عايشك ربي يخليك يا ربي. ما نعرفش انا والله، حبيت نحكي معاك. قولي شبيه، حبيت ناخذ رايك. اي باش نقول لك، وحبيت رايك. ما شو بابليس، ما حسي بشيء، نحب تعطيني رايك. ايش بيه، لا نعطيك رايي. نحترم رايك. ليه نحترم رايك؟ لا مرحبا بك. نحترم وجهه النظر نتاعك. مرحبا، سبحان الله، نحترمها، عندي ثقه في رايك. يا ربي تفضل. داكوغ، شو اسمعني. انا كنت نقرا. اي كنت قرايه. اي كنت من الاوائل. اي جي ودارنا امي بابا الله يرحمه. امي ربي فضلها ربي يهديها، كانت عن جهل هي، ما تقصدش الله غالب. كنا نسكن في باب جديد. اي باب جديد، حومتي القديمه. اي باب جديد انا. يا اخي بابا الله غالب دبروا عليه، قالوا له حيزور خير شنو. نقلنا باختصار. نقلنا وقت نقلنا، انا نقرا في معهد الفتيات بالبنات. اي وبعد باب جديد. باب جديد، باب جديد. قريت في باب جديد، قريت في باب جديد. وكنت من الاوائل، مش اكلي، مش قرايه ولا هذا اللي زاد اثر فيا وما نعرفش. هو يقول لك ديما ما تبكيش على الاطلال، اما الله غالب. انا ديما نرجع للاطلال، ما حبش تنحى مني 30 سنه وانا نبكي على الاطلال. الله غالب، تبكي على الاطلال شنو؟ سامحني، هتنقلك أم كلثومك قالت يا فؤادي لا تسل اين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. فهوى صحيح. الشاعر اللي كتب الغناء يحكي على الحبيب نتاعو. اي فوالا، لا انا نحكي على، انت تحكي على شنو؟ على تنقل لك على شنو؟ لا قول لي على شنو تحكي. على اي تنقل لك، نحكي على انا شنو هو، انا شنو كنت نحلم، انا شنو كنت نحب. اش كنت تحلم انت؟ باش كنت كبرت احلامي. شكون اللي كبر لك احلامك؟ كبر لي احلامي دارنا وقت خرجوني من قرايتي. وعطوني الراجل قبيت احلامي. الراجل تحبه ولا ما تحبوش؟ شو لما حال انا وقت ما تحب. بون انا في سيزون، عمري سيزون وعرفت 17 ما نعرفوش، معناتها ما نعرفش حب، ما نعرفش اول راجل حياتي. وكما تعرف انت في وقتنا احنا في 17 انا عمري لا عندنا فيسبوك ولا عندنا انترنت ولا عينينا محلوله من اصله. انا كنت قطوسه مغمضه، ما نعرف حتى شيء بالحق. حتى وك الراجل تحبه ولا ما تحبوش؟ انا الراجل ما نعرفوش، اما بعد حبيته حب لا يوصف. حبيته كمان؟ لا حبيته، لا حبيته. حبيته خاطر اول راجل في حياتي هو، اول لمسه، اول خزره، اول قبله، اول كل شيء. كل شيء اول مره، أو كل شيء، الهمسة، النظرة، القبلة، اللمسة، كل شيء. كانت لأول مرة وكنت نحب الحقيقة، معناتها راني أنا صادقة باش نحكي معاك بصدق. باش تعطيني رأيك تعطيهولي بصحيح، معناتها ما نحبش نغلطك، باش لازمني نكون صادقة باش أنت تفهمني. أي قولي. راجلي هو أكبر مني وقتها ب 15 سنة. باهي، هو يفهم، هو كبير، هو في ترونتين، انا في صغيره، معناتها في 17 صغيره. بون اول كلمه سمعتها، اول حب، اول
حبيته. حبيته ما نقولش ما حبيتوش، نكذب لا نقول لا ما حبيتوش. قلت ديجا حبيته. واليومنا هذا باهي نتوا نحبه ما نكرهوش نحبه. شو مشكلتك معاه انت؟ أتنقل لك ولا نهار خنته ولا نسمح لروحي باش نخونه. يا ليلى شنو مشكلتك معاه؟ أتنقل لك. قول لي. كنت أتنقل كنت مشكلتي معاه هو ريفي راجلي ريفي. اي انا بنت تونس، انا بنت باب جديد، مهما كنت مغمضه أي؟ ومهما كنت هكا معناتها تربيتي شويه محتشمه أي؟ ومهما كانوا دارنا هكا صحاب مهما كان نبقى ديما انا بنت تونس وهو ولد ريف. فمش فرق. اسمع اسمع شوف يا ليلى شوف ما تبنيش حياتك ولا في العلاقه بالراجل اللي ما خذته ولا الراجل اللي تحبه على كومبلكس اسمه بنت المدينه ولا بنت الريف. لا 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 خليني اقول لك. لا لا هو مش معناتها انت عامله العقده هذية. انت في ذهنك، انت في ذهنك فما تفرقه بنت ريف ولد ريف وبنت مدينه. التفرقه هذية الغيها. سامحني علي سامحني. ليه سامحني علي؟ انا ما بنيتش الافكار هذية ولا هال إيه خاطر قلت لي انا نقعد واحد. انا نقعد بنت مدينه هو ولد ريف. علاش قلت لك؟ ليه علاش قلت لك هذا؟ لانه انا من اللي عشته ومن اللي شفته أي. انا حكيت لك لي كونديسيون هذوما يعني من اللي انا مش عشته مش حسيته. فاش الفرق أنا... انت ماك بنت مدينه هو ولد ريف وين ما مشاتش الامور في الجانب هذايا؟ فوالا هذا اللي حبيت نفهم. تقول لك خاطر انا تقول لي يا ليلى ما لازمك تقول لي تو اي علاش قلت لك انا الفازه هذه الحكايه اللي حكيتها لك من اللي عشته. لانه المراه ما تناقشش، المراه ما تتكلمش، المراه ما تحوسش، المراه ما تقلقش. هذا هو المبادئ والقيم نتاعو. شنو مراه تقلق وشنو مراه تناقش وشنو مراه تقول لك بيانسير. ليه ليه دون نو هذا يا راه تنجم تلقاه حتى عند ولد المدينه راه مش من ولد الريف بركه. اي فوالا انت ما جربتش ما تعرفش. ما لا 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 حط في بالك يا ليلى، حط في بالك اللي فما رجال عايشين في المدينه ماهمش في الريف ويرفضوا انه المراه تناقش ويعنفوا المراه ويعملوا 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 مش على خاطر ولد ريف. مش المراه تقول قلق، تقول ما عندناش المراه تقلق. احنا ما عندناش يعني يحكي على حياتهم هما. اي توا اسمعني توا اسمعني المشكله وين يا المشكله مدام. المشكله عرفت 17 سنه عمري. اي اي قل لي. خرجت اللي قلت لك خرجت من قرايتي كنت كيما حكي لك قرايه ناجحه من الاوائل. خرجت من القرايه عرفت جبت طفله. يا ليلى ما قل لي وين المشكله مال يا ليلى؟ استنى نقول لك المشكله كوني عديت 30 سنه تويكا. اي وانت معرسه 30 سنه وانا معرسه. اي وجبت كاس صغار. اي وفديت صحيح فديت فهم قد ايش كنت صغير؟ عندي زوز بنات وليد. اي فديت من شنو؟ فديت من شنو؟ حياة فديت منها. ايش تحب تعمل يا مدام؟ ايش تحب تعمل؟ كيسكو تو فافير معنا؟ نحب نطلق. شنو هو؟ نحب نطلق. علاش؟ بعد 30 سنة يا مدام. ايه علاش؟ شنو هي المشكلة بينك وبين راجلك؟ المشكلة كوني ما نشوف في روحي ما عشتش حياتي معاه. مانيش متفرهده ما خرجيش حتى مره. قداش عمرك مدام انت توا؟ عاود لي قداش عمرك؟ انا عمري 47 سنه. بون مازلت صغير. باهي مازلت صغيره تعرف دونك كيل سونس انك تحلم باش تعيش حياتك. يعطيك الصحه. اما تعيش حياتك مش باش تطلق. لا تنجم تعيش حياتك مع راجلك. وكان ما بدلتوش كان ما بدلتوش انت يا مدام. وما علمتوش كيفاش يعيش حياته غلطك انت يا مدام. لا اذا نقول لك لا عاد انت بنت المدينه عاد وتتسمى قارزه انت اسمعني عاد. لا 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 نقول لك حاجه انا نحكي لك من منطلق تجربه. الراجل ما يتبدلش وحده. كان سعيد وفرحان بزواجه وفيه اخطاء يلزمها تتبدل راي مرته هي اللي تبدلهم له. راه ما لازمش يبدل وحده. مرته هي اللي تصنع منه شخص اخر. انا امانه امانه والله والله حاولت والله عييت والله. شو قلت لك انا تحركنا صار ما صار مثلا على خارجه انا عمره ما خرجني وصلنا توا بعد 47 سنه تجي تقول لي ما خرجنيش باش نخرج توا.
لا لماذا؟ مش توا احنا نحكي لا كنت عرفنا على تقولي نحب نطلق خاطر ما صرتش وما عشتش حياتي. سامحني لا مبخر مش برشا. هكي. امان نعرف اسمعني امان مو ثم حاجه هي اللي خلت فكرت كيما بعد قال 30 سنة توا ليلى. لا حاولت لا قبل حاولت راه اي اجا قلت راه حاولت با مال فوا باهي حاولت وكانت العائله ترجع كانت صغار مازالوا صغار توا علاش باش نصبر ولادي كبروا الطفله عرفت طفل يخدم تحب تهربا راجلك ولا يا مدام؟ اخزر باش نقول لك نكره نكذب تحب راجلك ولا؟ نحبه باهي وتحب تطلق باش تعيش حياتك هكا ولا؟ اخزر اي هكا ولا قلتوا لي هذا ما تقوليش اخزر لي يا ليلى انا اي نسمع فيك قلت ولا ما اي قلتوش قلت شنو هي تحب تعيش حياتك شنو هو اللي ناقصك ما عشتوش مع الراجل هذا تحب تعيش مع راجل اخر بعد 47 سنه قلت انا ما جون قلت انا ما قلت راجل اخر لانه ما عنديش في مخي راجل اخر قلت اي محسوب معناتها كي باش تطلق مدام باش تقعد ماكش برا باش تعيش حياتك ومن غير راجل كيفاش ريت يا ليلى لهنا كيفاش دخلتها بعضها هنا راك دخلتها بعض ما نعرفش ما لا عنديش بالحق ما ليلى نعرفش ما ليلى نعرفش اسمع بحكي معك بصراحة شو تحب يا ليلى شنو هي الحياة اللي تطمح لها بعد ما تطلق انك تكون حرة انك تعمل اللي تحبه لا مش هكاك اني نكون ديسبونيبل لشكون تنقل لك اسال لا لا قل لي قل باش لي تو 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 باش نقول لك تو باش نقول لك اسال لا ديسبونيبل لشكون لشكون ان انا نكون ديسبونيبل ما نكونش لشكون لعل لعل انا بون ماني لعل صغيره اي نعرف لعل شنو الطلقه لعل انا طلقه لعل انا نلقى الشخص اللي نجم آه. يعيش مع حياتي كما يعطيك نحبها انا باهي يا ليلى نسالك سؤال ولو ونحبك تجاوبني بصراحه خاطر راك اكيد ماكش باش انا تلقى صريحه خاطر ماكش باش تلقى حل باش تقعد تدور 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 في الفارغ الاج دو 47 طبعا اي عندك حد في حياتك ولا لا والله لا يا والله ليلى عاد اسمعني طب ما نحبش نكسر راسي في الفارغ لا لا تبعني يا قلت مان لك والله انا لا ما عندي انا نحب راسي ما عنديش خيانه لا مش والله معناتها لا لا ما فهمتنيش لازم يا بنتي باش تطلق راك حره طلق على روحك طلق على روحك انت حره تحب تطلق طلق هذه حريتك ما يسالك فيها حد وكي سالتك انا السؤال هذايا انك عندك شخص اخر مش معناتها انك انت تخوفي راجلك انت الراجل هذايا اللي انت حبيته ما ريتش فيه تسمع فيها الراجل اللي نجم يكمل لك الحاجات الناقصه فيك بتقدر تلقاه في راجل اخر هكا ولا يستمع باهي عاون سهل هالك قرارك في الطلاق نهائي هاي نهائي ولا مش نهائي تي هو نهائي وما نجمتوش ما نجمتوش ما ما نجمتوش نجمتوش فيش فيش خاطر فيش انا سي عملت قضيه في طلاق يعطيك الصحة وخذت التجربه ما عنديش حتى دي جور وعلى خاطر الطفله تقرا وكبت ما تهبك وولات لي دوخ وما حبتش وما قبلوش الاولاد ودار شنو شنو تراجعت مي اوكي شنو تحب تعمل في حياتك انت شنو تحب تعمل شو علي تقول انا كنت كنتابع تنقل استنيني تعرف انا تعب كنت في بالي بيك مادام راني كلمتني ما خاطرك عشتش تعب حياتي امان فهمني ما عشتهاش يا ربي اعطاني فرصه في حياتي انا ما عشتهاش مانيش ما عشتش حياتي ما عشتش شبابي مادام ما تحب عشتش تحب تطلق من حقك اما تقول لي نحب راجلي لا ما فهمتهاش هذا تنقول لك علاش بشوي بشوي تنقول لك انا نحبه ما نكرهوش اغزر لي 2011 خدم بالليل اي اوكي تيتيلير خدم فهمني فهمني بديت نفهم فيك خدم لا بالليل بديت تيتيلير تيتيلير لي جور فيغيي موجود لي ديمونش موجود اوكي اي انا مع بعضنا مش مشكل خدم اختار هو بالليل قبل ما اي بالليل اي شنو اختار المشكل على خاطر اسناني اخذت فلوس زايده وخلاص مش محسن وضعيتنا قلت اوكي داكوغ ما يسالش اما كان مره في الجامعه بحذايا في جور فيغيي كما قلت في العياد كل شيء خذينا التيت فرحت انا خاطر نحبه قلت لك راني نحبه ما نكذبش خذينا التيت فرحت قلت هاو بحذايا او معايا او موا اي يزيني من خدمه الليل انا زيد مرة نستوحش ما نحبش روحي وحدي
سبحان الله. عندك حق، لا عندك حق. وانا نحب في الليل راجي معايا، انا نحب في الليل راجي معايا، عندك سبحان حق. الله. انا نحبك هيك باهي، خاطر انا نحبك هذيك، انا ما نحبوش اي وكل مره راح، اما انا اي لا، هذيك زاد تعبتني زاد كملت عليا. كي خذير تريت عنده توا قاب 3 سنين، اي اش عمل؟ شخدم بالليل ولا ليلة، عنده 3 سنين ولا ليلة يوقف الدار باهي، ولا ليلة. باهي نسألك سؤال وتسمحني في السؤال، نسألك سؤال والله وتسمحني في العظيم السؤال. اسأل كيما تحب يا علي، اللي نحب يا ليلى راه اسأل يا علي والله. انا على زين راجل قايم بواجباته الزوجية تجاهك، باهي سؤال وجيه، باهي وجيه ولا مش وجيه؟ ايه استناني ولا لا؟ هذا هو هذا مربط الفراشة تيك هاو هذا، ما نعرفش شنو هذا، بس قصير تيك جبتني على خدمة الليل. انا فهمتك. ليه ليه أتقول لك الحكاية، أتقول لك اللي أنا فيه، أنا ما نعرفش شو أنا كاكسيبسيونيل، ما نعرفش شو شو بتعرفش؟ ليه راضي قايب واجباته الزوجية على أقصى ما بلشني ما مربط الفرس اللي قلت عليها. أنا أتقول لك أنا نحب، أنا نحب راضي معايا في الليل، فهمت علي ولا فهمتش؟ فهمتك. لا فهمتك، فهمتك واضح. انا ما نحبش، انا ما نحبش راجلي معايا الصباح وانا راقده. يحكي معاه قول اخويا بطل خدمه الليل. حكيت معاه قال لك ما بطلش، ديجا هو ماخو قرض ويبني في الدار، وقال لك عندي انجاجي في عندي. لاهي بيك الراجل ولا مش لاهي بيك؟ لا مش لاهي بيك. ريت مش لاهي بيك، مش معناتها الامور الاخرى سافا، معناتها لا 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 هو اموره الاخرى سافا بيان، مي مش لاهي بي، مش لاهي بيك فوالا اكزاكتوم. وهذه هي انا مش لاهي بي علي. اي واضح. انا نمشي، انا نمشي لاختي، انا مبيت عند اختي بنهاري، انا نمشي لدارنا، انا مبيت في الخدمه، انا نخدم بالليل. وهذه مشكله، وهذه مشكله بين الكل، هذه مشكله مشكله. واللي يضحك عليها المشكله في التعليق ولا درا شنو اموره، ومشكله. لا لا يا خويا مشكله وما فيها السن المشكله هذه. شنو يقولوا للمراه انا في تعليقات الشيب والعيب و47 سنه، 47 سنه مازالت صغيره يا حبيبي. اي من حقها باش تعيش حياتها، تعيش حياتها. ما بتقول لا انا نعاود لك في اللي يقولوا تعيش حياتها، وعندها حق باش تعيش حياتها. شنو شنو معناتها 47 سنه ندفنوها بالحياه المراه؟ من حقك يا لل. لا وبخصوص عبد ما عاشش ماشي في حد شيء، راهو حتى شيء، حتى شيء معناتها ما شايف حتى شيء. لازم تصبر عليه شويه ليلى. ديجا هاني صبر عليه، يعني رجعت تراجعت في اللي عملته الكل. باهي تراجع اللي عملته في الطلاق. كي تحكي معاه يفهمك ولا ما يفهمش؟ بون المره هذه وخاطر جاي تكبس الدعاء نتاع تكبس، نحس تكبس ونحسه هكا شويه، هكا نحسه شويه. هو ما يحبش طلاق، هو كونتر طلاق، وقال لي كلام حلو اللي عمره ما قال، عمره ما يقول كلام حلو. قال لك تقول له قل لي كلمه حلوه، يقول لك الكلام يموت حين يقال. اي كلام يموت حين يقال، ما يقولش كلام حلو. كان جات كلمه ما تقولها ما كلمه حلوه، لا يا يا بس شويه ما كبسها الدليل. لا كلمه ما تقولها، ما الحلوه انت الحلو. لا معلم يا مدام نعلم والله نعلم شيء. علم ولا لا الكبسه هذه هكا ولا يقول كلام حلو شويه. قال لي من قال لي نحبك وما نستغناش عليك وانت حياتي وانت وانت، ما يقعد ديما يخدم بالليل وديما انا نقعد وحدي. خلينا نقرا لك شويه تعليقات من عند الناس. الو ايمان محبوب تقول من حقها تعيش، لكن مش بهذا المنطق ورجلها وش ذنبه، هي تقول قايم بواجباته، حكيت على امور تتحل بالمفاهمه، باين المراه شايفه حاجه خلاف مش حاجة تحكي. في أسمى تقول في المرة هذه المرأة عندها الحق، الزوج لازم يكون مع زوجته كيف ينجم يكون موجود، والفلوس مش ديما كل شيء. رحمة بن علي تقول يا مدام رحمة اختانا يرحم بوك يهديك. صوفي درا شنو أنا ننصحها يز يا صوفي، أنا التعليق اللي مش ولا بدر اللي ما نقراهمش تو نولي نثبت بلي لا نثبت انا هو اي تقول لك تراجع تكتيكي وهذا رجلها وخذ باش ياخذ لها كوجي امراه رومانسيه. لا لا انا نعطيها الحق. يا علاء ما تغشش معاش نضحكوا على تاتا، علاء تقولوا لها تاتا تو امراه مره 47 سنه تقولوا لها تاتا تو كلام هذا، معناتها امراه مره 47 سنه هكا وانتهيت. لا امراه 47 سنه مازالت ما عشتش حياتها.
اللي هي اسمع كل واحد حر فيها راه، وانا نقول اللي نحب وانتم قولوا اللي تحبوا باه. قال لك هات الصناره انها السمكه، انها سمكه التونه العنيده يا علاء، دورك ترجع القلوب لبعضها في بلاستك لبزها. ما لا حال، علاش لبزها المراه؟ يلبس فيها ليه؟ المراه تحب تعيش حياتها مع راجلها، علاش لبس فيها؟ باه. ايمانويل درا شنو قالت لي؟ تشبيك تقول صغيره؟ اي صغيره، صغيره 47 سنه صغير. كوسوفي يقول باهي يا علاء انت تقبل انت يا علاء اي هذه، قال لي يا علاء تقبل انت مرتك اصغر منك بعد 10 سنين تعمل كيما هذه؟ اخويا مش بجاوبك في مزايك ونقول لك نقبل ولا ما نقبلش يا اخي، هذاك تقبل انا وياك مباشره انت ونجاوبك. باهي. خاوله تقول لك مازال حياتك قدامك 47 سنه، طلق وعاود شوف حياتك على روحك، اش لزك على المر ولا ما نعرفش درا شنو. شنو هي المشكلة يا مدام؟ الآخر يقول لك هي حشتها باللهوة والحب والحنان ومش عيب. مش عيب بيان سور، مش عيب. باهي شنو هي الآخر؟ شوف التعليقات الآخرين قاعدين يهربوا التعليقات وأنا نلوج عليهم. عندك الحق مش تاخذ حريتك وتشوف حياتك، بالك ربي يعوض لك 47 سنة ماكش كبيرة سيرين تقول لك. 47 راهم نصف قرن، اش بيكم يا اخي هكا ولات ويدي؟ استنى ذي نصف قرن، تاع نصف قرن سنيه هربت تاع نصف قرن والله ما لقيت حاصيله. كل واحد الاخر يهز البير والاخر يجيب من جاب يا مو غادي، الاخر معاك والاخر ضدك. توا اسمع يا ليلى، يا ليلى اصبر عليه الرويجل، تهزوا برا مش يهزوا وعملوا سفره سافر. ما يحبش يا علاء، ما يحبش ما يحبش الخارجه، ما يخرجش. معقدها على الاخر، راني قلت لك حاولت معاه بالطرق، قلت له من عندي يا خويا انا بفلوسي انا مسافر انا نخدم ونهزك انا ما تخسرش شيء امشي معايا كهو. ما يحبش تقول له نخرج ونعملوا كاستي بالبندق، يجيب لك البندق يقول لك حب في الدار. تقول له نخرج نتعشاو بيتوت، ما يخرج عنده عيب ريستورون وحكايات عيب. اسمع انت عيب شغل الريستورون عيب، عنده ريستورون عيب وعنده قهوه عيب، كل شيء عيب والله. اصبر عليه شويه، لا لا اصبر عليه، اصبر عليه، اصبر عليه، اصبر عليه وبدله، وتو تبدله ما تبدله كان انت بتبدله هاكا كي جبته عاد المنافس تفجع خاف ترعب البد البد. تعرف عليه خاطر ايش نقول لك؟ خاطر هو يحبني وخاطر يعرف قيمتي، هو ما يحبش يسلم فيا خاطر انا مش فيك، هو مش خاطر انا نحبه ونحترمه ونقدره وعملت له كل شيء راه. ليلى 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 انت تعرف تغني يا ليلى ولا ما تعرفش؟ هات تشوف صوت صوتك بتاع الو من اللول. لا صوتك بتاع اغنى. قلت الو من اللول، قال لي اهل اخويا يتخيلوني صوت الحزن. اي تعرف تغني، هاي غني له اغنيه هكا هكا تذكرك، تذكرك بياماتك الاولى وقت اللي تعرفت عليه. اي اي ليلى انا نعرفك تعرف تغني، ما بون هكا ظهر لي بصوتك تعرف تغني. اي ليه مش دقيقه يا ليلى، اي شنو هي الاغنيه اللي يحبها راجل؟ انت لا تستحضر تستحضر. يا ليلى مش نختم معاك، اي حبك تغني، حبك تتفرهد الليله فرق قلبك والله. عليه عليه ما تبدلش الموضوع. ايش نقول لك؟ والله كي حكيت معاك وكلمتك والله متفرده وسعيده مش نورمال والله. الحمد لله هاي به بصدق معناتها ليه بالحق انا نحب نحكي معاك. يعطيك الصحه مرحبا بيك يا لله وتدلل. انت الصحة. لا انت يعطيك الصحه اللي طلبتنا وخذينا من وقتك وقعدت تحكي معنا. وانت صح على برنامجك وعلى رحابة الصدر نتاعك والله يعيش. اي اصبر عليه، اصبر اصبر عليه الرويجل شاير اخر تو نتفقدك والله، ما تجيب لي البشره وتستقبلني في التليفون بتزغريت. هاي تحط شختار يا ربي يفضلك، يا ربي يخليك ان شاء الله يا ربي. توريك فيه الحاج باهي. هاي لا لا تصبح على خير يا ليلى، عايش عايش ماضي ساعة 21 دقيقة من الليلة سيدي، ماضي ساعة 21 دقيقة على موزايكا فام. زدت استنى تليفوناتكم على رقم 71 113000 وبحوا لي صوتي، بحوا لي صوتي كل اللي علقوا الليلة والله لاني فلتكم الليلة منكمل معاكم للصبح. هاي راجعين.